إن هو إلا وحي يوحى. أنزل الله تعالى القرآن على مرحلتين، نزول جملي ونزول منجم. نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، وذلك تعظيماً له وتمييزاً عن الكتب السماوية السابقة، ولا دليل على نزوله قبل نبوة محمد أم بعدها. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم نزل منجماً أي مفرقاً على مدى 23 عاماً من حياة النبي الكريم بواسطة جبريل عليه السلام. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كانت تنزل في كل مرة سورة كاملة أو آيات من سورة أو آية واحدة، وفي ذلك مواساة وتثبيت لقلب النبي. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزل القرآن مسيراً للحوادث ومواكباً للوقائع المستجدة ليبين أحكامها ويرد دعاوى المشركين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً.